السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وين ما تكونون. والله أنا فعلا مقصر في الفلوقات، يعني صراحة مقصر حيل وياكم، بس والله يعلم الله أني انشغلت في مشاغل، بس بإذن الله إن شاء الله الموسم هذا أننا بنسوي فلوقات إن شاء الله نتحوز على رضاكم. يا أخوان في قناتي، طبعا أنا ماني كثير تصوير في الفلوقات، ولكن أحب أني يعني أصور اللي أحبه وأعرف فيه، ما أخذ يعني شغلة أني ما أعرفها. وصراحة يعني أكثر شيء حبيته هو المقناص والرحلات والسفرات والأمور الثانية. أهم لي يعني نوع من القراءات، يعني أقرأ في كتب معينة، ولكن إن شاء الله إن أنشطة القناة إني راح أنوعها وراح أتكلم فيها في بعض الأدب وعن العلم في خبرتي المتواضعة، ولكن بإذن الله إن شاء الله في المستقبل القريب. أكثر سؤال يا أخواني يجيني، يا أبو عبد العزيز هذا الدربيل غالي، يا أبو عبد العزيز كم قيمة الدربيل، يا أبو عبد العزيز إيش رأيك بالدربيل الفلاني عن الدربيل العلاني الثاني. يا أخوان جميع دربيل يفي بالغرض. هو شنو الدربيل؟ يعني لماذا صنع؟ للتقريب البعيد، هذه انتهينا منها. دربيل شركات كثيرة في الساحة الآن، والتكنولوجيا تطورت، يعني أنواع الشركات قاموا يحطون جودة يعني مرتفعة على العدسات وعلى الدرابيل وعلى النموذج للصدمات ووتر بروف وكل شيء، وإن بالنيتروجين وإن العدسات فيها صفير إنها ضد الأتربة وما يلتصق عليها الندى، كل الأنواع بشركات كثيرة انتهجت عشان إنها تتنوع بالسوق وإنها تروج لبضاعتها. أنا يا أخوان أكثر درابيل اللي أستخدمها، طبعا استخدمت درابيل واجد درابيل، منها القديمة ومنها الجديدة، استخدمت زايث، استخدمت ستاينر، استخدمت من الشركات هذه، ولكن استغريت على دربيل واحد وهو اللي جاز لي ونفعني أمانة، هو السوارفسكي. السوارفسكي يا أخوان شركة عريقة، أي واحد ما راح أحط لك بالرابط والسكريبشن ولا تحط، اكتب سوارفسكي وتقدر تبحث عن تاريخ الشركة العريقة هذه. ارتحت لها بعيوني، إذا قنصت ارتحت، أقعد مدة طويلة وأنا أحط أدربل ولا ناظر في الدربيل الناظور مرتاح، عيني مرتاحة جدا. يا أخوان وبيني وبينكم يعني شنو أغلى من العين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم قال ومن يبتليه الله في حبيبته ثم العين حبيبته فصبر فله الجنة. يا أخوان اللي أقول لكم إن الواحد على حسب الباجت اللي عندك ميزانيتك، لا والله منت مجبور إنك تأخذ دربيل غالي والميزانية عندك يعني متوسطة إنك بتدفع في هذا المنتج، على قد أمورك، مد رجولك على قد الحافك. ما حد يعني يقولك لا 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 لا. وبعدين أنا والله أمانة ما أرى وجه السلعة أنا أتكلم عنها، ما الله شاريها من مالي الخاص وكلها من مالي الخاص. عموما اليوم راح أتكلم عن منتج وأنا أسميه صراحة من الدرابيل الممتازة، هو من نوع سوارفسكي STS، قوة التغريب مالته 30. هو ايش معناته 30؟ 30 معناته ضعف، مثل 10/42 ضعف، مثل 8/32 ضعف، العدسة 32 ثمان مرات تقريب ضعف، هذا يعني على الزوم ثمان مرات تقريب. ودرابيل القوانيس واجد، ودرابيل المسافات المفتوحة أنواع وأشكال، ومراقب الطبيعة أشكال وألوان، خذ اللي أنت تحتاجه.
ما لك شغل، كل الناس يختلفون احتياجاتهم من فرد إلى فرد. اليوم عندي استياس سوارفسكي، طبعا هذا من درابين المحمولة والقوية جدا ما شاء الله، وعرض العدسة قطر العدسة قدام 75. راح أتكلم أنا راح نفتح اليوم آن بوكسس على قولتهم، نفتح من الصندوق الحين نبي نفتحها قدامكم تشوفونه بالشكل هذا. يجي الدربين طبعا يجي مع أجراب، ويجي بالكرتون مانيوال، ويجي كتيب، ويجي طبعا الكودري هو حق تنظيف العدسات. خلصنا منه، نحطه على جنب. ماشي، خليه على جنب. هذا هو الدربين. هذا طبعا يستعملونه يروحون الظل، يبون مسافات بعيدة، يشوفون الصيد في أماكن بعيدة، ينفع لهم الدربيل هذا. حق اللي يراقبون الطبيعة ينفع لهم الدربيل هذا. سوارفسكي عنده عدة أنواع من الدرابيل هذه، وتتراوح أسعارها توصل بحدود 30,000 ريال، حدود 3,000 دينار، أنواع وأشكال. تدخلون على منتجاتهم وتشوفونها. أنا أخذت هذا أمانة لأنه مريح، أقدر أشيله معي. هذا هذا العدسة القدام أنا أقولك عنها 75، هذه 75. وهني اللي نقدر نشوف منه يعني الجسم، نفتحه بالطريقة هذه، يصير الدربيل بالطريقة هذه. هذا هم شوفونه. هذا ما شاء الله تبارك الله من الدرابيل اللي تقدر تعتمد عليها لرؤية الأشياء البعيدة. وأمانة أنا لما خذيتها يعني محتاج يعني أني أشوف أشياء بعيدة، يعني مثلا في صيد مكان بعيد، بدل ما نتعنى المكان اللي الجهة اللي نبي نروح لها، نقدر نراقب الصيد في هذا الأمر. ومعاه مثل الشنطة أني أقدر أشيله. خلصت منه بكل سهولة، تضغطه بالطريقة هذه، تسكره عشان هذا الكفر حماية له، وتسكره بالطريقة هذه. هذه العدسات طبعا الجراب من شركة سوارفسكي، ووتر بروف مشمع. هذا اللي بغيت أعرضه لكم صراحة. هذا اللي يسألني كثير بالقناة، يقول أبي دربيل يقرب مسافات طويلة، تقدر تأخذ هذا. هذا يزيك ويكون نافع لك إذا كنت تبي المسافات الطويلة. إذا ما تبي المسافات الطويلة تقدر تكتفي يعني بالدرابيل الأصغر منها حجم، مثلا 10x42 وأنا أسميه الستاندر. وفي ناس يرغبون 8x42، وفي ناس يرغبون 10x32، على حسب. ثلاثة أنواع من سوارفسكي اللي استعملتهم، الSELS والEL والNL، آخرهم وحدثهم NL. شنو الفرق؟ وضوح أكثر، الجرم صغروه، جرم الدربيل صغروه، وكل واحد على اختياره. طبعا الدرابيل سوارفسكي غالية، وبرة تكون أغلى، لو تروح المواقع أغلى. أنا أخذت درابيل صراحة من شركة الهدف اللي في المملكة العربية السعودية، معروفة شركة الهدف، وكيل سوارفسكي في المملكة، وأسعارهم عن البرة جدا مناسبة. وهم أنا راح أستعرض وأعيد مقاطع لي عن درابيل سوارفسكي اللي عندي، منها 10x42 ومن عندي الإصدار الخاص 8x30، وعندي دربيل بندقية دي اس، هو صراحة الكتروني هو الممتاز جدا. وعندي دربيل 12x50 وهو ممتاز حق المسافات المفتوحة. راح أعود هذه الفلوقات إن شاء الله في القريب العاجل لكم.
وآخر الفلوق أرجل يشوفني إنه أتشرف ويشترك قناتي أتشرف فيه وتشاركون هالمقطع هذا للناس الكل يستفيد. وحافظكم الله وين ما كنتم في أمان الله.